لن يعود أبدا محمية لأي قوة أجنبية قريبة كانت أم بعيدة. ولبنان لن يكون ساحة نفوذ أو صراع. لبنان لن يكون حقل اختبار. لبنان قرر أن يكون دولة حرة مستقلة كسائر الدول المحترمة. ونقطة الارتكاز بالنسبة إلي هي الثوابت التي تستند إليها قوى 14 أدار والتي انطلقت منها انتفاضة الاستقلال والتي تعمدت بشتم الشهداء الأبرار من خيرة رجالات هذا الوطن الذين عبدوا لنا دروب الحرية والتي لن ننساهم أبدا. انطلاقا من ذلك كله واستنادا إليه أمد يدي إلى جميع اللبنانيين وإلى جميع القوى السياسية في لبنان وأعلن ترشيحي لرئاسة الجمهورية اللبنانية.